السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقع بين أيدينا ملخص جميل وباللغة العربية كمان، اللي هو بيتكلم عن المناعة. طبعا بيقول المناعة هي قدرة الجسم على مقاومة الأجسام الضارة، اللي هي harmful microorganisms. microorganisms يعني الأجسام الضارة، أو نسميها ميكروبات باللغة العربية. ويقول ومسببات المرض اللي هي pathogens. طبعا pathogens هي أحد مسببات المرض من الدخول إليه، أي من الدخول إلى الجسم، ويقوم بذلك الجهاز المناعي. طبعا هذه وظيفة الجهاز المناعي هي مقاتلة الأجسام الضارة. نعم. وقبل الحديث عن الجهاز المناعي يجب أن نتعرف على التالي. ممكن أيوة. الأول نوع اللي هو أنتيجين وأنتيبادي. ما هو الفرق بين أنتيجين وأنتيبادي؟ طبعا أنتيباديز معناها مضاد للأجسام، يعني أنتيباديز مضاد للبكتيريا، مضاد زي كده. بس أنتيجين هذا أنتيجين يعني مضاد للجينات، يعني مضاد لجينات معينة. طبعا نعم، طبعا كلمة أنتي معناها ضد. طيب نذهب لنكمل. أنتيجين بيقول الأجسام الخارجية والتي في الغالب تنتج بواسطة مسببات المرض اللي هي pathogens. يعني هذه طبعا الأنتيجين هو شيء جيد يستفيد منه الجسم، فهو بياخذها من الأمراض. يعني الأنتيجين عندما يتعرض الجسم لمرض جديد، بعد أن يتغلب الجسم عليه يصنع أنتيجين من الجين الجديد أو الجين المهاجم الذي يسمى pathogens معايا، وتثير أو تفعل جهاز المناعة. ويقول لك هذه الأنتيجينز هي تثير وتفعل جهاز المناعة. طيب نأتي للنوع الثاني. النوع الثاني هو الأنتيباديز. طبعا الأنتيباديز هو عبارة عن بروتين. نعم، يعني دحين الأنتيباديز هو عبارة عن بروتين ينتج مين؟ ينتج الجسم، ورح نعرف بعدين انه ينتج بواسطة البلازما سيلز، والبلازما سيلز تنتجها بي سيلز. رح نأخذها ان شاء الله بعد دقائق قليلة. ونعود للأنتيجين. طبعا الأنتيجين بيأتي من المرض. اوكي، يأتي من المرض لكي عندما يعني هو يأتي من المرض عشان لما المرض يأتي للجسم مرة أخرى بعد أن يتعافى الجسم منه، يكون الأنتيجين هو الذي يعني يعرف شفراته ويعرف كل شيء. نأتي للأنتيباديز. أنتيباديز البروتين المنتج بواسطة الخلايا المناعية كردة فعل للأنتيجينز. نعم، كردة فعل للأنتيجينز. يعني عندما تأتي الأنتيجينز فهي كأنها تنادي أو يعني تطلب المساعدة أو تطلب الدعم من الأنتيباديز. طيب يقول هنا ملاحظة، عندما يقاوم الجهاز المناعي مرض شديد يكون ذلك على مدى طويل أو على مدى الحياة. نعم، يعني هاي معلومة، يعني أنه الجهاز أو الجسم يحارب الأمراض طول الحياة. نعم، هذه معلومة عامة المفروض أنها تكون. طبعا هي تقول أنواع المناعة. طبعا المناعة هي نوعين، مناعة ذاتية ومناعة مكتسبة. اللي أخذناها اللي هي innate ذاتية ومكتسبة acquired. ويوجد عدة أسماء للأكوايرد، اللي هي أدابتيف واللي هي سبيسيفيك كوميونيتي. ونعم، أولا الذاتية innate immunity، أيضا تسمى الطبيعية اللي هي natural immunity.
او غير المتخصصه يعني نون سبيسيفيك اميونيتي او المناعه الاصليه اللي هي نيتيف اميونيتي. خصائصها، خصائص المناعه العامه او تسمى برضو جنرال اميونيتي يعني المناعه العامه. طيب، تقدم حمايه عامه ضد العدوات، حمايه عامه. اوكي، طبعا لما نروح للثانيه راح نلقاها حمايه ايش خاصه. طيب، رقم 2 بيقول موجودة بشكل طبيعي دون أي حاجة لتنشيط خارجي أو التعرض لإصابة قديمة. يعني موجودة بشكل طبيعي، موجودة بشكل طبيعي دون أي حاجة لتنشيط خارجي أو التعرض لإصابة قديمة. طبعا المناعة الثانية اللي هي الأكوايرد راح تكون موجودة بسبب تنشيط خارجي أو تعرض لإصابة قديمة، يعني كلها العكس. الميزة الثالثة هي لا يوجد لديها ذاكرة اللي هي innate immunity. طبعا الأكوايرد يوجد لديها ذاكرة. رقم 4 بيقول هي خط الدفاع الأول للجسم أمام مسببات المرض اللي هي pathogens. الانيت المناعة الأصلية هي خط الدفاع الأول. رقم 5 بيقول تستخدم في الغالب أجزاء كيميائية جسدية مثل الجلد والطبقة المخاطية وإفرازها كالتالي. يعني إذا قال لك الجلد أو العرق أو الدموع، هذه كلها أمثلة على الانيت اميونيتي المناعة العامة. أو نعم، طبعا يقول لك الجلد يعمل كحاجز أمام الغزو أو الاجتياح لمسببات المرض. العرق يحتوي على مركبات كيميائية تقتل مسببات المرض. الدموع يمتلك إنزيمات لايسوسومية، نعم لايسوسومال إنزيمز، والتي تقتل مسببات المرض. وهنا رقم 4 اللعاب أيضا هو من أحد، هو مثال على إيش، على innate immunity. نعم، اللعاب أيضا لديه إنزيمات تحارب مسببات المرض. والمخاط يمسك مسببات المرض ثم يخرجها بواسطة العطس أو السعال، أو يقوم بتدميرها بواسطة مواد كيميائية. نعم، أحماض المعدة، نعم أحماض المعدة اللي هو أحد حماض المعدة بيدمر المرض في حال إذا دخل مع الأكل. بعض الأجناس لديها مناعة ذاتية لمقومات بعض الأمراض. نعم، بعض الأجناس يعني والله أعلم، لا أعلم ماذا يعني بالأجناس، هل يعني ذكر وأنثى أم يعني إنسان وحيوان أو لا أعلم. نعم، طبعا إذا تمكن مسبب الجسم من العبور عبر المناعة فإنه يسبب الالتهاب. طبعا الالتهاب إن شاء الله نكمله في المقطع التالي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واللهم صل على محمد.